يعني كان تواضع على جميع المستويات. انا كنتكلم على الفريق ديالي، كان تشنج ديال الاعصاب، كان تخوف، لان الهزيمه الاخيره اثرت على اللاعبين، والاسم الكبير ديال الوداد البيضاوي هو كذلك كان مؤثر على اللاعبين الشباب. ولكن في الشوط الثاني لما بان للاعبين الامكانيه ديال الانتصار مع تغيير، انا ما نتكلمش على نفسي، ولكن كان تغيير تكتيكي مهم جدا هو اللي عطانا النتيجه ديال اليوم، زائد الطموح ديال اللاعبين والرغبه ديالهم الاكيده باش يبقاو يعني في مع الفرق المتصدره. وكنظن بان انا اترك الاخوان الوداديين هما اللي علقوا على الفريق ديالهم. انا بكل صدر رحب اعلق على فريقي اولمبيك خليبي. انا مرتاح واهني اللاعبين ديالنا اللي قاموا بمباراه مثاليه اليوم، ما يمكن لان ننوه بهم ونشجعهم، لان كينتظرهم مستقبل كبير. لا تجربه عند اللاعبين، لان اغلبيه ديال اللاعبين لا استثنينا النجمي وامزيل، جميع اللاعبين هذه السنه الثانيه ديالهم في المجموعه الوطنيه الاولى، ما يمكنناش نطلبوا منهم اكثر، لان باش يستوعبوا الضغط، باش يتاقلموا مع الاجواء ديال المجموعه الوطنيه الاولى، باش يلعبوا الادوار طلائعيه. كنظن موسم مثالي بالنسبه لاولمبيك خريبه.